إلى فلان مثلا على سبيل المثال. يعني الآن أنت من هذا المنبر الشريف من تكتب على المنبر بالخشب بالحفر هذه حسينية الحاج داود العاشور، يعني هذا في أي مكان يروح المنبر راح يرجع. أكو بعضهم مثلا مكتبة شخصية عنده فرد 30,000 كتاب 50 100 حسب متسعاته، هذا من يختمها بختمة أن الكتاب تابع لهذه المكتبة، بس يكتب فلان ابن فلان مكتبة فلان تابعة له. الشعيرة هي العلامة، هناك علامات راجعة إلى الله تبارك وتعالى، وإذا رجعت إلى الله هذه العلامات إذا نسبت إلى الله أصبحت مقدسة لأنها تنسب إلى الله. وهسه هذه الشعائر ثلاث، ممكن أن تكون مرة تكون أمكنة، مرة تكون أزمنة، مرة تكون شخصيات، مرة تكون أمكنة مثل الكعبة الشريفة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الكوفة العلوية، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة. هذه منين اكتسبت القداسة؟ الآن تقرأ بالحديث النظر إلى الكعبة عبادة، مو هيك من يروح الواحد نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج البيت الحرام، من تقعد بالمبنى الكعبة الشريفة مجرد جلوسك بالحرم المكي وتباوع إلى الكعبة الشريفة هو عبادة. طيب هي شنو يعني؟ غرفة ذات أبعاد معينة مبنية بالجص والآجر بالأحجار اللي مبني منها بيتي وبيتك، ليش النظر إليها عبادة؟ لأنها تنتمي إلى الله تبارك وتعالى. تدخل إلى المدينة المنورة تشوف اكتسبت قداستها من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن مسجد النبي، الكوفة من مسجدها الأعظم، النجف من قبر علي بن أبي طالب بالغري صلوات الله وسلامه عليه، كربلاء المقدسة من لأنها ضمت رفات الحسين. أصبحت هذه شعائر ودلالات، مرة تكون كما قلنا أمكنة، مرة تكون الشعائر أزمنة. شهر رمضان خو يختلف عن بقية الشهور، ليلة القدر تختلف عن بقية الليالي، العشرة الأولى من ذي الحجة الحرام، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، أيضا لها خصوصية، من صام 9 أيام الأولى من ذي الحجة كأنما صام الدهر كله. مو هيك الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه مروية، وأنتم كثير منكم من الموفقين إن شاء الله اللي صام هذه الأيام رغبة بهذا الثواب. إذن لها خصوصية، مرة أمكنة ومرة أزمنة ومرة تكون الشعائر من الشخصيات، يعني من الذوات المقدسة، مثلا الأنبياء، أوصياء الأنبياء، الأولياء، ممكن أن يكون من أبناء الأنبياء الذين ساروا على هديهم، مو بالشكل العام وإلا بالنسبة إلى بعض أبناء الأنبياء، كما قال القرآن الكريم به خطابه لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لكن أنبياء وأولياء وكل الصالحين يكتسبون القداسة، يعتبرون من شعائر الله تبارك وتعالى. لما تقرأ الآن تاريخ بني إسرائيل، الله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون أن يكون بيت موسى وبيت هارون قبلة لبني إسرائيل، هو بيت، لكن قال له تبلغهم أن يصلون قبلتهم وين؟ قبلتهم إلى بيتك يا موسى. إذن هذا اكتسب القداسة منين؟ من موسى ابن عمران. قبور الأولياء، قبور الصالحين، قبور الأنبياء، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وفعلا لما اكتشفوا أصحاب الكهف نصبوا عليهم مسجد. فإذا الشعائر، القرآن الكريم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا واحد يروح للحج، إذا واحد يروح للعمرة، يسعى ما بين صفا ومروة. ليش؟ لأنه التاريخ منا مكتوب ومنا تاريخ آثار. التاريخ المكتوب تقدر تسميه جامد، أولا ما تتفاعل ويا النفوس. ليش ما تتفاعل ويا النفوس؟ لأنه يحتمل الكذب ويحتمل الصدق، وتتدري أن أكثر التاريخ، التواريخ الموجودة الآن
ما تقدر تضع عليها ايدك وتعتبرها من المسلمات، لان كثير من التواريخ او اغلب خاصه احنا في جونا التاريخ الاسلامي كتب تاريخ تستطيع ان تقول بانه تاريخ حكام وليس تاريخ شعوب. واذا كان تاريخ حكام ما يروق لهوى الحاكم يكتب، وما يخالف هوى الحاكم لا يكتب. برئت الذمه ممن يروي رواية عن علي بن أبي طالب. أرجوك من يقدر يكتب رواية عن علي بن أبي طالب؟ قامت الناس تتقرب إلى الطواغيت وإلى الحكام ببغض علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أصلح الله الخليفة، لقد عقوني أهلي، سموني علي، ولشد ما أبغض هذا الاسم ومن يتسمى به. يلتفت للخليفة، لطف ما توسلت به إلينا، ادفعوا له كذا ألف دينار. ليش؟ لأنه يتقربون إلى الحكام والطواغيت ببغض علي بن أبي طالب، فأكيد طمست الكثير من حقائق التاريخ لأنها هو الحكام لا يتناسب مع هذه الأحداث. هذا التاريخ شي يسموه تاريخ جامد، لكن تاريخ الأرض تاريخ حي طري، يعني من تسعة بين صفا ومروة بالتأكيد أنك تستذكر جهاد إبراهيم سلام الله عليه، تستذكر عطاء إبراهيم، تستذكر تضحية إبراهيم، وضع أولاده، وضع زوجته وابنه وابنه الوحيد، وحصل بمشقة، مو ولد بسيط وبسهولة ومثل ما الناس الله رازقها بالطريق الطبيعي، لا، عمره 112 سنة أو عمر زوجته 90 عام عمر هاجر، يلا الله رزقه بإسماعيل. فهذا مو سهل علي أن يجي يخلي بواد غير ذي زرع، لا أكل لا شرب لا شيء، وينتظر رحمة رب العالمين. ومن يتق الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا من أسعى بين صفا ومروة أكيد يصير عندي حالة إيجابية، حالة روحانية تتألق إلى السمو، إلى الرفعة، إلى الطريق الذي سار عليه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. طيب أنا من أجي أزور إبراهيم، أجي أستذكر إبراهيم، موضع قدم إبراهيم، حجر إسماعيل، مرقد هاجر أم إسماعيل زوجة إبراهيم، أسعى بين صفا ومروة. القرآن الكريم يقول هذه المشاهد منين؟ من شعائر الله، إن الصفا والمروة. طيب إذا هذه من الشعائر، ليش القرآن الكريم يأكد عليهم؟ يقول لأنه هذول من سواهن إبراهيم الخليل سلام الله عليه، وصار السعي ما بين صفا ومروة. بعدين الجاهلية، يعني تتذكر هذه من يوقف الآن الإنسان يستذكر هذا الجهاد لو ما يستذكره الليلة التواسع، شقد قارين عن واقعة الطف، وعندنا عملية استذكار وتتبع مع واقعة كربلاء بشكل مستفيض وسنوي، لكن أعتقد بعض الوقفات أحياناً بها روحانية تختلف عن قراءتنا لآلاف الكتب. هسه الليلة القلوب أكيد تحوم حول قبر الحسين سلام الله عليه، هذه الحادثة اللي هي غضة طرية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. من تروح الليلة الكربلاء وتشوف هذا البرنامج البسيط، هذا البرنامج المتواضع اللي هو تبديل الراية الحمراء براية سوداء، إيش كثر إلى أثر الآن في كل ربوع الكرة الأرضية، يتابع بشغف، يتابع بشوق، وكأنه يحضر تماما بواقعة الطف ويستحضرها، بناء على الحديث القائل إذا هل المحرم نشرت الملائكة قميصا للحسين عليه السلام فحزن جميع من في السماوات ومن في الأرض. ابن شبيب يقول دخلت على الإمام الرضا سلام الله عليه، قال يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي للحسين. حتى إذا يموت عندك ميت وتريد تقعد للعزاء، خلي عزاءك للحسين، لا تخلي عزاءك للميت. يا ابن شبيب إذا كنت باكيا فابكي الحسين، إنه ذبح كما يذبح الكبش. أبو هارون المكفوف يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، وإذا بالإمام يحدثني
يقول من قال فينا بيتا من الشعر فأبكى عشرة، أبكى مئة، أبكى عشرة، أبكى، إلى أن نزل إلى أبكى واحد، قال من قال فينا بيتا من الشعر وبكى، هو حتى لو يبكي وجبت له الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الدمع على الحسين، نسأل الله أن يرزقنا الخشوع على الحسين، نسأل الله أن يرزقنا حزن القلب على الحسين. يدخل علي أبو هارون المكفوف من يسمع من الإمام الصادق يقول له سيدي إذا أنا قلت أبيات بالحسين، قال قل، قال قلت أمرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية. يقول التفت للإمام قال لي لا بطريقتكم المشجية، شلون تقرون أهل العراق بالنعي المؤثر بهذه الطريقة؟ تجي ناس الآن تنتقدنا على هذا الموقف، يقول لا بطريقتكم أهل العراق، لا تقرأها إلقاء كأنك شاعر يلقي على منصة، اقرأ لي بالنعي بالمجد، شلون عند قبر الحسين مثل الليلة الآن متجمع الآلاف والملايين، ونسأل الله أن يحميهم ويرجعهم سالمين وغانمين ويحمي العتبة والقائمين عليها وكل عتباتنا المقدسة. هذا الموقف يرجع الإنسان يشد حادثة الطف سنة 61 للهجرة، واليوم 1436 في مطلعها، يعني من تحسب الفترة الزمنية طويلة، لكن هاي المسافات كلها لغت وتشعر بنفسك كأنك مشدود في سنة 61، كأنما الحسين لا زال الدماء غض طريقه. هسه القرآن الكريم يقولهم الصفا والمروة من شعائر الله، طيب هو ليش يقولون؟ لأنه هذول من توفي إبراهيم الخليل وإجت اليهودية وإجت النصرانية ومرت في فترات جاهلية، شنو اللي حصل؟ أرجوك سايرني على هالموضوع. اللي حصل أن على جبل الصفا وعلى مروة خلوا المشركين صنمين، هذن الصنمين خلوهن حتى من يجي يكمل السعي يوصل صفا يمسح بنائله، يوصل مروة يمسح بإساف، وعلى هالأساس يتبركون بالأصنام. خو من إجا الإسلام شالهن لهذن الأصنام، الآن ما موجودة، بس العرب بدوا يضايقون لأنه كان عليها صنم، المسلمين يعني، بعد أنا لأنه كان بها صنم أنا نفسي ما تقبلها ما ترضاها. القرآن الكريم يقول لا، هذا الصنم عارض، وإنما الأساس الحكم الكامل الثابت أن هذين الجبلين من شعائر الله، إجاها عارض دخل عليها نوع من الفضول نوع من الشرك علقت بها أمور من الشوائب، هذا لا يعني أنك تترك هذه الشعيرة. هذا بين من يذكرنا؟ هذا يذكرنا بأن هناك مؤامرات تحاول أن تبعدنا عن شعائر، عن شعارات الحسين سلام الله عليه. إحنا ندري، مو قلنا إما أن يكون أزمنة وإما أن تكون أماكن وإما أن تكون شنو؟ أشخاص. أنا لما أجي أو أحدد الأشخاص بالأنبياء وأبناء الأنبياء، أشوف الإمام الحسين سلام الله عليه مميز من أبناء الأنبياء، مميز بإيش؟ أنت تدري يعني أن الحسين لا يقاس بأحد، مو؟ أو لا يقاس به أحد. ليش لا يقاس به أحد؟ اسمع فرد، أكو أنا على تقدير القاصر عقليتي صغيرة ما أعرف يعني، بس أنا أحيانا بشر يعني، والبشر من حقه أن يتساءل. من تمر بالقرآن الكريم إبراهيم الخليل إيش كدر قدم تضحيات يلا حصل على هالمنزلة أنها أصبحت آثار إبراهيم من الشعائر، مو خو منزلة مو سهلة. هذه المنزلة اللي حصل عليها إبراهيم تدري شو يقول بعدين شريط جزائه؟ يقول له هب لي حكما وألحقني وين؟ بالصالحين، وألحقني بالصالحين. هسه إذا رجي يوسف يقول ألحقني بالصالحين، نوح ألحقناه بالصالحين، لكن نجي وين؟ إبراهيم بما أنه قمة يعني سيد، تقدر تقول عنه سيد الأنبياء ما خلى النبي صلى الله عليه وآله، إبراهيم بعد هاي التضحيات كلها والجهاد يقول ألحقني بالصالحين. من يقول ألحقني يعني الصالحين فرد ملاك موجود، مو صحيح ولا؟ أنا من تسألني أقول عبالي إبراهيم بأول الدور بالصالحين،
إذا إبراهيم يرجو أن يلحق بالصالحين، منو صالحين؟ أنا؟ أنت؟ إذا الصالحين حصلان ماكو غير محمد وآل محمد. إذا هذول أنا من أجي أخذ من إبراهيم شعائر. وقفة إبراهيم تخلد إلى يومنا هذا، لأنه قدم بعض العطاء لله تبارك وتعالى، والعطاء أنا ما استهين به. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأسلم لله وقرر أن يذبح، لكن من ذبح السكين مرت مرة، اثنين، ثلاث، السكين نطق، الحديد تكلم، قال: الخليل يأمرني والجليل ينهاني. الجليل يقول لا تذبح، وما انذبح إسماعيل. وأوحى الله لإبراهيم قال له: خلص صدقت الرؤيا وانقبل منك القربان، أو ابنك هنطليق إليك، بس يظهر إحنا امتحناك وأنت نجحت بالامتحان. الله يقول إن هذا لهو البلاء المبين، مو يقول عن القرآن، يعني هذا الامتحان الواضح، أنه قلنا له اذبح ابنك وانذبح. طيب أنا الآن بقراءتي العقلية أن القرآن لو كان أن هناك قرآن ينزل بعد الحسين لنطق قرآن بالحسين. ليش؟ نفس الموقف، شيل إسماعيل خلي علي الأكبر، شيل إبراهيم خلي الحسين، مو امتداد لو مو امتداد، مو من سنخة ويمشي الحسين. قال: إنا لله وإنا إليه. أبا لما استرجعت؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم. فعلمت الحسين يقول له: أنا متأكد من هذا الكلام أنها نفوسنا نعيت إلينا، يعني نحن مقتولون لا محال. علي الأكبر شلون افعل ما تؤمر ستجدني؟ قال: أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي مرجع العباد إليه إنا على حق. قال: إذا لا نبالي أن نموت محقين. طيب كمل المشوار، كمل الرحلة وياي. أطلق علي الأكبر كما أطلق إسماعيل من الذبح؟ لا لا أبدا. الوحيد من الشهداء علي الأكبر قطع إربا إربا، شهداء قتل ودرك الحسين يجيبه. علي الأكبر ضربه العبدي، انحنى على السرج، الفرس بدل ما ينهزم بيرجع بي إلى المعسكر الحسين، رجع بمعسكر الأعداء، فاحتوشوه من كل حدب وصوب وقطعوه إربا إربا. إجا الحسين حتى ما شاله، قال: احملوا أخاكم. شالوه بني هاشم، كل شهيد يشيله ويحطه على قلبه. خاف تبين نقطة ضعف على الحسين، خاف تبين نقطة أنه استسلم لهذه الأمور اللي أخذت منه ما أخذها. خاف أن تسمع من واحد أن الحسين سلام الله عليه احملوا أخاكم فوالله لا طاقة لي على، لا ماكو هيك، لا والله لا طاقة لي. الحسين أصلا من الصلابة وأقوى من القوة وأصبر من الصبر، وتعجبت من صبره الملائكة. لكن كل ما في الأمر حميد بن مسلم يبين الحالة، يقول: عندما هوى علي الأكبر وقف عليه الحسين هم أن يحمله، وإذا بامرأة بباب الخيمة شابك عشرها على رأسها وولداه وعليها. فسألت عنها، قيل هي عمته زينب. الحسين يظهر رجع لزينب يقول: ترى خدرك أهم عندي من علي الأكبر. زينب: لا تشمتي بنا الأعداء، ردي للخيمة. إذن قدم علي الأكبر قطعة إربا إربا، والحسين هنتبع بجسده الشريف كما يروى عن الإمام الباقر 1900 طعنة وطبرة. إذن لا الحسين سلم ولا علي الأكبر خلص، وإبراهيم سلم من القتل وإسماعيل سلم من القتل، والنتيجة القرآن يقول: إن هذا لهو البلاء مبين، ويأخذ بعنقي أنا وياك أن نجعل آثار إبراهيم من الشعائر الإلهية. ألا تستحق كربلاء أن تكون من الشعائر الإلهية اللي تتجسد عليها هذه المواقف؟ فشي يقولون؟ يقولون أنه هذه علقت بها الأصنام إحنا نبتعد عنها. يقول: بلى
وإن علقت بها. هسا أكو بعضنا شنو يقول؟ ليش أقول لك تابعني شوي، أكو موضوع حساس، أنه يقول أنه أنت من تريد تجي للشعائر الحسينية، أريد ألبس السواد، أريد أرفع رايات سوداء، أريد أقيم المآتم، أريد أطلع مسيرات حسينية، أنت ليش تضايق منها؟ مبدأ المضايقة ليش؟ أولاً هذا شعار مثل ما قلنا، أنا أشعر أني أنتمي، مسألة صراع حضارات، وكنا ندري أكو صراع لو ماكو صراع، الآن صراع بالحضارات موجودة، كل واحد لازم يرفع شعيرته حتى يبين منين. يعني أفرض الآن هسه واحد يريد يقول في محفل ما مشخص ما معروف، أقرب الفكرة أنا بلغة الناس، أفرض يوقف يقول أنا حفيد مالك الأشتر، يعني منين؟ يعني مالكي مو؟ يوقف واحد يقول أنا حفيد ابن حبيب ابن مظاهر، يعني منين؟ أسدي. واحد يقول أنا حفيد أم البنين، يعني كلابي. إذن هذه الرموز وهذه العناوين أنا أريد أحقق انتمائي وياها، لازم أرفع شعارها. من ألبس أسود بعاشوراء يعني أنا منين؟ يعني أنا حسيني، يعني أنا شيعي، يعني أنا إمامي، ما بيها شيء. أنت ليش تضايق مني؟ تعال أخذها على مفهومنا اليوم. أفرض الأخوة الكرد، الأخوة الكرد عراقيين، جزء من العملية السياسية، مشاركين بالعملية مشاركة فعالة لو ما مشاركين، لكن الآن من تيجي إلى محافلهم الرسمية والشعبية يرفعون علم الأكراد لو ما يرفعوا علم كردستان. أكو واحد في يوم من الأيام قالهم أن هذا خدش بوطنيتكم، ماكو خدش بوطنيتهم. يا أخي هذا انتمائي، أنت ليش تضايق مني؟ نعم أنا عراقي لكن أنا كردي واعتز بكرديتي، أنا عراقي وأنا شيعي واعتز بتشيعي، علم داعش رفع على جبل عرفة، مو شفتوا لكم فكرة ولا؟ علم داعش على جبل عرفة، قالوا هذا انتمائنا احنا دواعش. هسه ما أدري شلون صاروا يقاتلون داعش ويدخلون بالطيران وياهم بالعراق واشتكوا مؤتمر باريس، هاي يعلمها الله. يعني انت شايف حجي ناس ازدواجية، ناس ما تعرف هويتها، هذا يريدني مثله أكون منافق، يريدني متلون، تلون الحرباء. يوم أنا أمول داعش ويوم أقعد بمؤتمر باريس أقاتل داعش وأقاوم داعش، أو يوم أنت شفتوا، يمكن شفتوا الأحداث مال جرف الصخر اليوم، مو أكو عمليات البارحة بدأت الفجر موجي والنتائج إيجابية جدا والنصر مؤزر وجزاهم الله ألف خير والله يحميهم والله يسدد رميتهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم والله يمدهم إن شاء الله بالقوة الغيبية وينصرهم على أعدائهم، والنصر إن شاء الله فاتحة خير، وللنصر أسباب طبعا رئيسية، من أهم أسباب النصر حسب قراءتي المتواضعة، من أهم أسباب النصر لأن الحملة سميت عاشوراء واستمدت القوة من عاشوراء الحسين ومن نهضة الحسين ومن دماء الحسين. وأكيدا أن أي نهضة، أي تحرك، أي صولة إذا سميت بعاشوراء لن تنهزم، لأن صاحب عاشوراء لا يعرف الانهزام. النقطة الثانية ويا ريت يتنبهوا لها سياسيين، الوحدة اللي حصلت مو توحدت الخنادق، فصائلنا المسلحة توحدت بفوهة واحدة، مو إتي لو عندكم فكرة لو ما تدرون، الكتائب دورها مميز، العصائب دورهم مميز، البدريين دورهم مميز، سرايا السلام دورهم مميز، المتطوعين تلبية لنداء المرجعية، ودول هم من ضمنهم الناس، وهل البدرين والعصاب والكتاب منين يعني هم لنداء المرجعية. إذن هاي وحدة الهدف أو وحدة الملاك هي اللي صنعت النصر. إذن على سياسيين شوية يلتمون، شوية يتوحدون ويكونون أكبر من الجراحات وأكبر من الخلافات. والله يرحم شيخ أحمد الوائلي يقول 20 كفا حرة ما أوقفت مهوى يد مغلولة إذ تصفع ويح التعدد ما أعز دمارنا لو كانت الأيدي يدا. شقد قوية لو تكون وحدة،
فنرجو من الله أن تكون هذه فاتحة خير للتوحد السياسي، مو بس التوحد العسكري. والنقطة الثالثة اللي كان إلها دور فاعل بالنصر، حضور بعض القادة المتميزين في أول القتال. القائد من يوصل يصير قدامهم القوم بعجيدها، مو صحيح ولا؟ فمن يكون القائد بالمقدمة يحفز المقاتلين على الاستقتال والاستبسال بالمعركة. وأعتقد وجود الأستاذ هادي العامري، والله يحفظ إن شاء الله، الرجل اللي أبلى بلاء حسن في هذه المعركة، وإن شاء الله راح يقولون جعفر حول صار بدري، لأن يعني هذا حكينا احنا اللي ما يخلص، ومزقنا الأمة ومزقنا المذهب منه، مجرد أن تشير للحالة الإيجابية يحسبوك على هذا. وجود هادي العامري ووجود وزير الداخلية بنفسه، ما شاهدنا قبل وزير بمقدمة الجيش يقاتل، بمقدمة الناس يقاتل، الجماعة قاعدين نتمنى أن يأخذون شوية فكرة كوزراء وأعضاء برلمان ويطبون ساحات القتال، يرحون إلى الجبهات المواجهة، يرحون إلى المعسكرات، يقرؤون مباشرة ميدانيا حالات المقاتلين، وعلى وجه الخصوص المتطوعين منهم، نقصهم الغذائي، نقصهم التسليحي، تمويلهم، وضعهم، حتى يكون عنده معنوية قوية إذا شاف القائد موجود وياه بمعيته. هذه ليش الفرقة تألقت في يوم من الأيام، فرقة من الفرق العراقية في هذه المرحلة تألقت، لأن تشوفون أنتم بالإعلام قائدهم وياهم بنص جيشه بنص جنوده بنص وضعه. أما أنا قاعد بالخضراء وأفكر شو تحصل منصب وشك تجيني هذه وزارة سيادية لو وزارة عادية لو مدري إيش، هذه المقاتل ما راح يتحفز. فإذا هذا النصر المؤزر شفتوا اللي حصل، وإن شاء الله قلنا فاتحة خير لانتصارات متلاحقة، ونرجو من كل مقاتلين وكل متطوعين وكل من لبى نداء المرجعية العليا أن يحفز وضعه ويستعد للمعركة والمنازلة، إلى أن نطرد آخر قذر من هؤلاء القذرين الذين أرادوا أن يلوثوا هواء العراق وسماء العراق وأرض العراق. أنا اللي ذكرني شنو الموضوع، أن كل واحد يؤدي على انتمائه. يعني انت شفت هاي الأحداث اللي صارت والانتصارات اللي تحققت، وانت تدري أهمية جرف الصخر على بغداد، من جنوب بغداد يعتبر ساقط في حالة سقوط جرف الصخر بأيديهم، كربلاء كانت تحت الخطر، والحلة شمال بابل أيضا تحت الخطر. هذه الأهمية كلها والمشكلة تروح الآن، اسمع الجزيرة واسمع العربية والعربية الحدث، تدري على من يسولفون؟ على مصر، شافوا لهم شغلة بمصر قاموا يسولفون بها. عجيب، حتى مو قاعد مؤتمر باريس سيدي، مو قاعد مؤتمر علينا، يعني ضحكون على الحيانة. إذا تقشمروا لكم كم سياسي، ترى الشعب واعي، الشعب يشوف والشعب يسمع ويعرفكم، أنتوا اللي مولتوا الإرهاب، وأنتوا اللي راهنتوا على قتلنا، وأنتوا اللي عملتوا كل الإمكانيات القدرة والأساليب الشريرة من أجل قتل شيعة علي بن أبي طالب، ومن أجل إزهاق العراق بكل عمليته الجديدة. شفتوا خبر؟ رجعوا الفضائياتهم، شو أكو خبر عن هذا الانتصار؟ ليش؟ لأن يشعرون بهزيمة بداخلهم، وإلا لو التفوق للجانب الآخر لكان شفتوا الإعلام شلونه، كان شفتوا العربية تنقل كله من المنطقة الساخنة من المعركة. إذن هو انتماء، أكو صراع حضاري موجود، وبهذا الصراع الحضاري يكون انتماء. يا أخي أنا أريد أحقق انتمائي، أريد أرفع راية سودة، أريد ألبس أسود، أريد أقيم المآتم، أقيم العزاء، أمشي مسيرات حسينية، حتى أقول يا ناس أني أنتمي وفق هذا الصراع الحضاري لمدرسة الحسين سلام الله عليه. وهاي مو يم الحسين ترى فقط، لأنها الصراع الحضاري ترى مو جديد، يعني من أول الدنيا الصراع الحضاري موجود، من أول يوم وطأت البشرية أقدام البشر على هذه الأرض الصراع الحضاري موجود. وانت تشوف إبراهيم الخليل مع النمرود، موسى مع فرعون، عيسى مع كفرة بني إسرائيل، محمد صلى الله عليه وآله مع أبي سفيان وشيبة وعتبة والوليد، لكن من مات أبو سفيان ومات شيبة ومات عتبة، والتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. تتصور يعني حصلت حالة من الحالات اللي ممكن نقول انتهى الباطل وانتهى الصراع الحضاري؟ لا، خذ نموذج طلعت عندنا صفين، علي بن أبي طالب وعمار يمثلون خط النبي، ومعاوية يمثل خط أبو سفيان،
خلصت معركة صفين، اجت كربلاء، الحسين والعباس وبني هاشم يمثلون خط علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وخط النبي، وعبيد الله بن زياد ويزيد يمثلون خط أبو سفيان. وإلا شنو معنى التمثيل؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. إذن الحرب شنو؟ الحرب صراع فكري، صراع حضاري، يحتاج لدلالات ويحتاج لشعارات. هذا يرفع، هو أنا أرفع شعاري وكل واحد ينتمي لمؤسسته. ظل أنت تتحسس من رفع الشعارات، يجي شلون شي يقول؟ يقول والله أنا شلون قلنا الصفا ومروة مو كان عليهن نائلة وأساف هذن اللي الأصنام؟ يقول أنا ما أجي عليه لأنه عليهن أصنام. يجي واحد يقول والله الزيارة للحسين والمشي هواية تصير بمشاكل وشي، وبدأ يعدد لك فرد بعض المواقف والأمور. المواكب عليها الموقف الفلاني، الحسينيات عليها الموقف الفلاني، الهادي وعليه أنا ما أروح ما أحي ما أحب. طيب هو خو إذا علقت بها بعض الأمور المتعلقة اللي ما لها علاقة بها، هل يعني أننا ننسى الحسين أو نترك شعارات الحسين وشعائر الحسين ونترك ذكريات الحسين لأنه أكو واحد اثنين أرادوا يسيئولها؟ فندري أكو ناس يصرفون بقصد الإساءة للخط الحسيني، بس هذا لا يعني أننا نتوقف عن إحياء تلك الشعيرة المهمة اللي نعتبرها جزء من هويتنا وعنوان كرامتنا، أن نبقى مع الحسين على طول الخط. ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين خط الحسين إلى أن يخرج الثائر الأساسي الذي يطالب بخط الحسين وبثأر الحسين ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. احنا شنو مطلوب من عندنا؟ مطلوب من عندنا قلنا صراع حضاري وقلنا مواجهة، هذا الصراع مطلوب من عندنا أن نشوف الثغرات. أستة من تشوف الدنيا باردة، الدنيا برد، أو أكو ثغرات بغرفة نومك تحاول تعالجها لو ما تحاول تعالجها، الدنيا باردة والهواء عالي ويشخب عليك وأطفالك نائمة وزوجتك نائمة، مو تحاول أن تبحث. أفرض تحشيها بقطن، تحشيها بخشب، تحشيها ببليت، المهم تمنع تسلل الرياح. احنا علينا أن نعالج هذا الموقف ونمنع تسلل أي كلمة ممكن أن يراد منها أو ممكن أن تستخدم ضد الشعائر الحسينية. مثلا على سبيل المثال للحصر، أنا عندي موكب أرد أفتح الموكب، أفتح الموكب وبكل إمكانياتي ونشاطي، لكن تدري الآن أنا ليش أوقف عند هالنقطة شوية طويل؟ تدري أنا سألني أكثر من واحد وفي أكثر من محافظة أنه أكو الآن جاي يروجون بالشارع أن ممكن أن المرجعية ستمنع المشي في هذا العام، وهذا وصل عندكم وعند غيركم ومحافظات كثيرة تسأل. أخواني لا صحة لذلك، أنا أقولها بملء فمي أن مرجعيتنا العليا لم تتدخل في هذا الموضوع ولم تبدي رأيا أبدا، وما يقال وما يدار يدور في هذا بالأزقة وبالأروقة الأيام هو كله من أعداء نهضة الحسين حتى يوقفون هذا المد الجماهير الحاشد اللي هو بحد ذاته ثورة على الظالمين. إذن اللي أرد أقوله أسد الثغرات، تذكر شنو الثغرات من قلت لك أفتح أخلي بيها؟ أنا عندي موكب، هذا الموكب من عندي أحاول أني ما أتجاوز على الطريق زيادة وأفتح المجال للآخر أن يبدي يشتم أو ينتقص أو يقول أو شيء، أحاول أرجع فد متر شوي للرصيف، إذا كراسي منتشرة برا أحاول أجمعها شوي، إذا جماعتي كادر الموكب سادين الطريق أقولهم الله الله بالمرة مو لتستحوذ على كل الطريق بحيث تفسح مجال للآخرين تطيهم نقطة ضعف علي، تطيهم شيء أنه مبرر يخليش تموك. هذه واحدة. اثنين، التقنين أو الترشيد بصرف الطاقة الكهربائية. أخواني يعني إذا قاعة تطلب قلوب واحد لايت واحد أخلي بيها اثنين بس مو خلي 20، احنا محتاجين الطاقة
والترشيد ظاهرة حضارية. انت شوف هذا الموبايل شنو قيمته، البطارية مالته شايفه مو صغيرة والشاحنة مالته بسيطة، من ينشحن ينملي شحن شي يطلع لك. وفر الطاقة، افصل الشاحن البطارية ممتلئة موجة تطلع لك، شايفيها بتليفوناتكم يلا. شنو قيمة هاي الطاقة مال التليفون قياسا للنشرات اللي تنعلق بذاك الوقت؟ فالمفروض أن يكون ترشيد. النقطة بعد أهم من الترشيد أن بعض الناس يتركون أضوية بيوتهم حتى بالنهار معلوقة. ترى إحنا ثقافة ما ليطفي ضوء ما عندنا، هذا حتى على البيوت، طلعنا من المواكب والمآتم، لا لا بالبيوت العادية الناس الشعوب المتحضرة الصبح يصلي الفجر يطلع يفطر على البيت يطفي كل الأضوية الزايدة، لكن احنا ما عندنا ثقافة، لان كهربائنا مثل الرماش رايحة جاي، يقول لك عليه من اطفيه راح تطفي من الوطني، وعلى هالاساس مستمرة كلها طافية، بس لازم نرشد الطاقة الكهربائية. النقطة اللي قد تكون ما تقل اهمية وارجو ان لا ينغث منها احد او تصير حفيظة احد، اخواني في زيارة الاربعين السنة انا اناشد بقوة ونكررها بعد، بس هاي مرة هيك مرينا بها بالاستعراض العام، المجالس المحلية أو المحافظات أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية ووزارة الهجرة لبحث نتيجة ومستقبل ثابت ومعين للمهجرين الموجودين الآن يشغلون الحسينيات. أو من أقول هالشكل أخاف واحد يتوقع أنه أنا نظرتي بها المستوى قاصرة، على اعتبار أنه خاف دول يشغلونه وإحنا وين راح نطبخ والزوار وين راح تقعد. لا مو هذا القبيل، الزوار ممكن يظلون هم بمكانهم والزوار نسوي لهم شوادر ونضيف الناس، والزائر ليلة واحدة إذا بشادر وإذا بغرفة الموضوع عابر. لكن إخواني أكو خروقات أمنية وأرجو المهجرين لا يزعلون من عندنا، أكو خروقات أمنية حصلت من قبل المندسين مع هؤلاء الذين شردوا من بيوتهم وعوائلهم. ما أكو ناس شردوا، اندسوا وياهم ناس اجوا بطريقة المهجرين لكنهم يعملون ضدنا ويسلكون عبوات ويخططون لقتلنا، وإذا طلعنا في شوارعنا بزيارة الأربعين ستكون الضحايا بلا حدود إذا تركنا الحبل على الغارب، وستكون التفخيخ بالحسينيات صدقني. وهذا أنا مسؤول عنه، يعني الأخ واحد يطلع لي يقول لي هذا تلكيل بالمهجرين وين يرحون؟ لا المهجرين محترمين وأخوتنا وأهلنا، وإحنا ندري إحنا لازالنا نحشي عن الهوية وعن الصراع الحضاري. الله تبارك وتعالى بالصراع الحضاري يلغي كل هذا التفاوت العرقي والتفاوت القومي. سلمان منا أهل البيت، يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا ابن بدمه ولحمه، قال له مو من أهلك، وسلمان الفارسي من أهل البيت، إن أكرمكم عند الله. إذن هذول إيش ما يكون لغتهم وإيش ما يكون عرقهم وإيش يكون توجههم، هم شيعة علي بن أبي طالب، لكن نحن نخشى المندسين معهم الذين أساءوا وثبتت بعض التحقيقات أن هناك إساءات صدرت من المندسين مع هؤلاء. هذه إذا ما قدرنا نجردهم جرد أمني موثق تمام، سيتعرض الزائرون إلى كثير من حالات التفجير أثناء المسيرة المليونية إلى كربلاء الحسين بزيارة الأربعين. إذن القرآن الكريم يقول هذه شعائر، وشعائر ما عليها غبار، لسان أن يحمل هويته ويعبر عن وجهة نظره ويقول أنا هذه شعيرتي. وبالمناسبة ترى في موضوع الشعائر أكو ملاحظة مهمة في موضوع الانتماء اللي نسميه احنا الشعيرة مو انتماء، انا لابس اسود يعني انا انتمي لمدرسة الحسين لمدرسة اهل البيت. هذا الانتماء ترى الانتماء اثنين فقط ما يصير ثلاث، اخاف واحد يجي يقول انا اعتزالي مثلا معتزلي ما لي علاقة لا بهذولا ولا بهذولا، يقول لا ابدا ماكو اعتزالي ماكو واحد اسمه معتزلي، من لم يكن مع الحسين فهو ضد الحسين. ولذلك تسمع بالزيارة لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به إلى يوم القيامة. عبد الله ابن عمر قال أنا معتزل كل شيء ما لي شغل،
عبد الله ابن عمر ونهى الإمام الحسين، قال له ادخل في بيعة بني عمك إنهم لا ترى منهم إلا خيرا. جاوب الإمام الحسين سلام الله عليه بجواب اللي يستحقه، ترى هواية أكو معارضين لخروج الحسين عليه السلام، لكن كل واحد كان يجاوبه وفق الرؤية اللي هو يحملها. جاوب هذا قال له على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. عبد الله ابن عمر مو يقول أنا معتزلي، خل أضرب لك علي مثل، أروي لك حادثة هسه هو يسموه من سادة الصحابة. عبد الله ابن عمر من صار عبد الله بن الزبير بمكة ويزيد هيئ جيش وقاتل، دخل المدينة بمعركة الحرة وأباح المدينة مسرف ابن عقبة المري، وطلع إلى مكة لقتل عبد الله بن الزبير. من طلع بالطريق مات إلى لعنة الله قائد الجيش، من مات إجا الجيش وصل إلى أن حاصر مكة، من حاصر مكة وصلهم خبر أن يزيدهم راح لعنة الله، الله قصف عمره. الجيش هنا توقفت الأحداث، إجا مروان ابن الحكم، مو ما طول 40 يوم معاوية الثاني، إجا بعد مروان ابن الحكم خدم أم كما يقول الإمام علي سلام الله عليه كلعقة الكلب أنفه 9 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر يقول هالشكل بالحدود. من حكم مروان بن الحكم وانتقل إلى لعنة الله، إجا من بعد عبد الملك بن مروان هيئ جيش بقيادة الحجاج، دخل للكعبة ضربها بالمنجنيق هدمها وقتل عبد الله بن الزبير وجاب جذع نخلة نصبه بصف جدار الكعبة وعلق عبد الله بن الزبير بيه. قاعد الحجاج، بالله اسمعها زين، قاعد الحجاج ماد رجله وياكل، دخل عليه عبد الله ابن عمر، قال له عبد الله ابن عمر، قال له يا امير خذ مني البيعه لامير المؤمنين عبد الملك بن مروان، لان من اصبح وليس في عنقه بيعه فانه من اهل النار، مات ميته جاهليه. التفت للحجاج قال له إن يدي لفي شغل عنك، ضع يدك على رجلي وبايع. بس هذا شايف روحة تشيء عنوان، قال له أتستهزئ بي؟ يعني أنت تسخر مني؟ قال له بلي والله أسخر منك، أنت وايد معطي نفسك حجم، أنت ما جابك حديث النبي. شوف ترى ذولا يدرون كل شيء التفاصيل، يعني اللي بعثان الناس ما جابك حديث النبي للبيعة حتى لا تموت ميتة جاهلية، لأنه لو كان جابتك الحديث عن النبي لبايعت علي بن أبي طالب وكان إمامك الشرعي. مو علي بن أبي طالب إمام شرعي، مو مثل يزيد وعبد الملك وإجوها بالتوثية، لا علي بن أبي طالب بإجماع الأحمر والأخضر والأسود وكل الألوان. قال ليش ما بايعت علي بن أبي طالب؟ جاء الحديث ما كنت سامع من النبي؟ قال له شنو جاء؟ قال له أنا أقول لك شنو اللي جابك، جابتك النخلة المصلوب عليها عبد الله، أخاف أعلقك بيها، فلذلك ما تستحق أعطيك إيدي، حط إيدك على رجله هاي المعفنة على رجل الحجاج واطلع. فماكو واحد اسمه معتزل، من لم يكن مع الحسين فهو ضد الحسين، ولذلك نحن نقول ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به إلى يوم القيامة. ويهرجون علينا الوطنيين المتأثرين بالحس القومي، يا أبا أنتوا وايد شتمون الأمة العربية، هو ظلت أمة عربية، أشو بعتوها لأمريكا كلها، يظلت أمة عربية، وين هالأمة العربية؟ شو أنتم قادة العرب رحتوا قعدتم مؤتمر باريس، أول ما بدأ داعش ودخل للعراق وصارت ذيك النكبة وسقطت الموصل وبدأ داعش يركض يركض يركض، تذكروني ولا؟ يركض بالعراق إلى أن أصبحت بغداد على وشك السقوط، ونسأل الله أن يدفع ويحمي مرجعيتنا العليا، والله لا يخلينا منها ومن عمرنا على عمره. الرجل أخذ ذاك الموقف والله حفظ بغداد من السقوط بهذا الموقف. هو حق هذا المنبر ما إلي مصلحة يا أبو مخاف تقول هذا مشكلة أحمد، كنت تحلف تثبت براءتك يلا تسولف، ما إلي مصلحة يم أحد، لكن واقع الحال أن اللي أعادت التوازن ووقفتنا على رجلين هي فتوى المرجعية، وإلا كانت بغداد على وشك السقوط.
اشو احنا على وشك السقوط، ويوميا يطلعون المسؤولين الامريكان يقولون يم شأن عراقي وعلى العراقيين ان يدافعون عن بلدهم. من صدرت الفتوى واستعدلت الامور وحفظت بغداد من السقوط وظلت هذه، صارت امريكا حريصه. انتم شايفين المفارقه لو ما منتبهين، امريكا ترى ما دخلت اول مره، قالوا ما لنا شغل شنو رادوا يسلمونا بيدهم. الان صارت حريصه واشتغلوا الجماعة وصار مؤتمر باريس، ومن صار مؤتمر باريس وصدروا الغطاء الجوي. الغطاء الجوي اللي فرحوا به ناس ما أدري، الغطاء الجوي شنو نتائج إجا؟ قام يذب على داعش مواد غذائية وأسلحة ويضرب فصائلنا المسلح، ويومية يقول والله ذبينا لهم سلاح بالغلط. ثاني يوم يضرب جرف الصخر، ضربوا الكتائب قالوا بالغلط، ضربوا فوج من لواء من ألويتنا قبل يومين ثلاث قالوا بالغلط، ضربوا سرايا السلام قالوا بالغلط. أنا أكد لك وانت تدري مو مثلنا دولة، وحقك إذا ضربة جوية بالغلط. أنا في بلد عربي متحضر، بلد ما بلا ذكر اسمه، فاليوم صارت مشكلة بالشارع، سيارتين بيناتهن شلون اصطدام صار، وصارت مشكلة شاكسة، واحد مو من أهل البلد مو مواطن طلع مسدس من السيارة، وزير الداخلية أقيل من منصبه، ليش مسدس طلع من جسر السيارة؟ شفتوا مرات عبارة تغرق رئيس وزراء يستقيل، مو هيك هذه أحداث الدول؟ أمريكا تضرب ضربة خطأ وما يستقيل وزير الدفاع الأمريكي، أو ما يستقيل أقلا قائد القوة الجوية أو يحاسب، ماكو شيء اسمه غلط. ليلى العطار ما غلطوا من طب الصاروخ بالشباك، لكن اجوا حتى يعاونون داعش علينا، لانه تتصور انت من يقاتل داعش يصير السعوديه وقطر وياه؟ شلون يصير؟ شو القضيه؟ ما ادري، الا فد يوم الله يودي ابليس نبي. المهم، فهذه انا من احمل، قلت لك هذا لعن الله أمة. يجي يقول ليش تقول أمة العرب؟ يابا مو أمة العرب، والله مو يم العرب. القرآن الكريم من يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، شنو يقصد أمة العرب؟ يقصد من؟ قم يحكي بنفس قومي القرآن الكريم. حمزة سيد الشهداء من مخ العرب، عمار ابن ياسر من الموالي، سلمان المحمدي فارسي، بلال من الحبشة، صهيب من الروم، مو ذولا اللي كانوا خليط غير متجانس من حيث القومية، لكن القرآن الكريم شو يقولهم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن الأمة اللي يهدفها القرآن مو الأمة اللي أنت تستهدفها من فكرك القومي، وإنما الأمة هي المجموعة التي يجمعها هدف واحد، فسمعت بذلك فرضيت به إلى يوم القيامة. اللهم لعن، نقول بملء أفواهنا، اللهم لعن من سمع بقتل الحسين وبظلم الحسين ورضي به من سنة 91 إلى قيام الساعة، ما تردد منه. لأن احنا بالنسبة للظالم الظلم شكلين يتعاملون ويا المسلمين، تدري شلون؟ الظلم شكلين، المسلمين مدرستين، مدرسة أهل البيت والمدرسة المخالفة والمنحرفة من أهل البيت. المدرسة المنحرفة عن أهل البيت تدري شو تقول عن الظالم؟ أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني صلوا خلف كل بر وفاجر. المهم هو أمير، ولذلك غرقانين أجلكم الله، إني رأيت صبيحة النحر حورا فينا عزيمة الصبر، يتغزل بالحاج، يتغزل بالحجيات، وهذا الأمير ويفقد وعيه ويصعد كؤوس الخمرة حتى على سطح الكعبة، يقول لك بلي أصلي وراه، يشرب خمر ويقرأ بعد الفاتحة علق القلب الربابة بعدما شابت وشابة، أنا مأمور بطاعته. وهذا الفكر روجوا لبني أمية وبني العباس حتى يغطون على مساوئهم، وأول من روج هذه الأحاديث الموضوعة هم المنحرفين، مثل أمثال أبو هريرة، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وموجودين نخبة من الوضاعين هذول مقابل التمويل الأموي، وضعوا هذه الأحاديث حتى يقولون اسكت عن الظالم، صلوا خلف كل بر وفاجر. أما مدرسة أهل البيت، لا، مدرسة أهل البيت
مأخوذة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على مواجهة الباطل وإقامة الصراع بين الأخلاق ولا أخلاق، بين القيم ولا قيم، بين الإيمان والشرك. وهذا ما أراده الحسين سلام الله عليه أن يجسده أروع تجسيد، وحمل عائلته وأسرته وأهل بيته ليقدمهم قرابين بين يدي الله. إبراهيم جاب هاجر وإسماعيل، الحسين نقل العائلة كلها. شايف الخليط اللي قدم الحسين؟ الطفل أبو يوم، والطفل أبو 6 شهور، وعمر جعفر ابنه 7 سنين، وعلي الأكبر بعز الشباب، والقاسم 11 سنة، والشيبة الذي يشد حاجبيه بإصابة، والنساء داخلة، وكل الأطياف وكل الأعمار قدم هالديباجة وهالنخبة من أجل رسالته ومبادئه. ولذلك الناس هواية كانوا يتأثرون من طلعة الحسين. ليش أبا عبد الله أنت تترك المدينة؟ المدينة أنت الامتداد الطبيعي للنبوة، أنت سيد شباب أهل الجنة، أنت ترجمان القرآن، أنت النبي بروحك بدمك بعظمك بعقلك بفكرك. لكن كلهم ما كانوا يدرون المهمة اللي طالع من أجلها الحسين سلام الله عليه. لكن الحسين قرر، واجتمع النساء بني عبد المطلب، هو طلع يوم 27 من رجب، طبعا مو مثل هذا اليوم، 27 من رجب طلع من المدينة ووصل إلى مكة يوم 3 من شعبان، وأقاموا هذه الأمور والأحداث إن شاء الله تأتي تباعا. لكن عندما قرر أن يخرج اجتمع بنو عبد المطلب، نساء بني عبد المطلب، نصبا عزاء للحسين قبل أن يخرج الحسين. يعني أم سلمة خبرتهم بموضوع القارورة، بموضوع التراب، بموضوع القبضة التي جاء بها جبرائيل من كربلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ووضعها لأم سلمة: متى ما تحولت إلى دم عبيط فاعلمي أن ولدي الحسين قتل عطشانا بأرض الفرات من العراق، بأرض كربلاء. جمعت الناس حوله، وقرر الإمام سلام الله عليه أن يحمل العائلة الكريمة. الله يرحم سيد عبد الحسين الشرع، يقول لفول حسين نادوه الضعنتم، لفول حسين نادوه الضعنتم، قوم رشد ابنيتك يا مشيم، ارفع راس وندح يا واسع الباس، قوم بساع طلع اختك يا عباس، اخويا خل نضعين قبل ما تسمع الناس، وعلينا يا ابن ابوي الخلق ترتم، اقصد عباس الاخت وطبع عليه، جذب سيف وقف ما بيهنديه، شالت راسها وشافت وليه، سلم وبوجه زينب تبسم، صاحت يا هلا بجيتك يا عباس، راعي الزود يا جاسي بالنوم، اش عندك بالدرع معلم وبالطاس، واشوف انك بجيتك عايمت، جاوبها وعلي شبح عينه، نريد السفر يا اختي من المدينه، اخونا اهل العراق مكاتبين وليهم بالسفر اليوم عزم، صاحت يا ضوى عيوني ودليلي، يا ابو فاضل يا اخويا اقعد احكي لي، انا يا هم نطلع وياكم جفيلي، يباري محملي وبي يتوزب، دقيت على صدره وصاح يا اختي دقوم بشيمتي وطلعي باختي، انا خيج انا خيج لفديلج رقبتي، من ايدناج وبجفلي محتم،
خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا، انصر من نصر الدين، واخذل الكفر والظالمين والمنافقين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. اللهم احفظ مجاهدينا، اللهم سدد رميتهم، اللهم مكنهم من أعدائهم، اللهم اجعل النصر على أيديهم، اللهم ارحم شهداءهم، اشفي جرحاهم، اخلف على أهلهم وذويهم المؤسسون لهذا المأتم، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.